اهلا بكم اخوة الاخوات، معكم يوسف من قناتكم ايغريك اش نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتكون اموركم مزيانه، وتكونوا دائما على ما يرام. الاخوان والاخوات، في هذا الفيديو جيت باش نتقاسم معكم واحد الخبر اللي هو مهم ومهم بزاف، وهو خبر يعني صراحه حزين باش نكونوا متفقين. هذا القرار اللي اتخذته الحكومة في هذا المساء وتعلن عليه في واحد المقال، هو واحد القرار ديال شروط فتح الحدود في وجه المغاربة المقيمين في الخارج، أو المغاربة اللي تدرس السياحة على برا، ولا المغاربة اللي يعني الناس عفوا الأجانب اللي كيجيو يديروا السياحة في بلادنا السعيدة. إخوان الأخوات، صراحة كانت واحد الشروط قاسية، وشروط صراحة تعجيزية، أو إن صح التعبير تعجيزية. هاد الشروط اللي غادي نتقاسمهم معكم يعني غير معقولة وما منطقياش بكل المقاييس، وغادي نتناقشوا في هاد القضية باش الناس اللي مزروبين نعطيكم شروط بشكل موجز. الشروط هي كالتالي: أي مسافر غادي يجي من برا المغرب من أي دولة في العالم خصو يجيب بي سي ار تكون الصلاحية ديالو 48 ساعة قبل الصعود للطائرة، يعني ماكسيمو 48 ساعة قبل الصعود للطائرة. ومن اللي غادي يوصل غيدير واحد تيست أونتيجينيك أو أونتيخينوس، تيست أونتيخينوس أنا معروف بهذا الاسم الصبرية، ولا أونتيجينيك، مهم يعني باللغة العربية واحد فحص ديال الكورونا سريع. وغادي ايضا كاين بعض المسافرين اللي غادي ياخذوهم اعتباطيا وغيدير لهم تيست بي سي ار، يعني ماشي تيست اونتيجينيك. من بعد واحد القضيه اخرى، اللي غادي تمشي دير داك التيست يعني في المغرب، سواء درتي السريع سواء درتي الاخر بي سي ار، فملي غتمشي للدار غادي يعلموك بالنتيجه. الا كانت ايجابيه غادي تريح في دارك ولا في بلاصه الاقامه ديالك، ولا كانت النتيجه سلبيه ما كاينش مشكل. واحد المساله اخرى غادي نقولها باللغه العربيه، لان هناك عده اشخاص يعيشون خارج، او اشخاص عرب يريدون ان ياتوا الى المغرب سياحه. اريد ان اقول لهم ان المغرب شروطه للدخول الى ترابه الوطني، سواء سياحة أو عمل أو أي شيء للدخول إلى التراب الوطني، يجب عليك أخي الإدلاء بتصريح بي سي آر لا تقل صلاحيته عن 48 ساعة 48 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، حين وصولك للمغرب ستخضع إلى اختبار سريع لفحص فيروس كورونا، ستخضع لهذا الاختبار وبعدها ستتوصل بالنتيجة. ويجب أن تعلم أن بعض الأشخاص سيختارون اعتباطيا من طرف السلطات لفحص، سيخضعون لفحص بي سي آر أو بي سي آر، وبعد ذلك ستخبر بالنتيجة. في حال ثبوت إيجابيتك بالفيروس ستخضع للعزل عفوا في مكان إقامتك. بالإضافة إلى هذا، السياح القادمون إلى المغرب ليس كلهم، بعضهم يمكن أن يخضعوا بعد 48 ساعة من إقامتهم في المغرب إلى اختبار بي سي آر آخر. يعني إخوان أخوات، واخا يعني المغرب فاتح وبغى يشجع السياحه، انا كيبان لي ماشي بغى يشجع وانما بغى يقتل السياحه، بغى الناس ما تجيش. تقول لهم الاخوان سيروا تريحوا في ديوركم، ما تجيوش معكم، ما تجيو ديروا عندنا. المغرب ما باغي حد بدل المعنى. كيفاش انت سائح؟ انا كنحط راسي في بلاصه السائح اللي غيجي، والله لا اخوان، لا بصح ابار مغاربه مقيمين بالخارج، ولا يعني ناس مغاربه راه كيبغيو بلادهم بأي ثمن، يقدر يجي لأنهم مضطر ولا سميتو. ولكن أنا كسائح عندي اختيار، مثلا أنا
اعتبروني الاخوان مثلا هولندي، ولا اعتبروني كما كانت جنسيه اي جنسيه جاي للمغرب. كنشوف الشروط، تيست بي سي ار خصني نخلصو من جيبي، من هنا غالي قليله، واحد 100 اورو، 80 اورو. خصني تيست ملي نوصل، واه. وفوق هادشي كامل دوز 48 ساعه في الاوتيل ديالي، شو دقوا عليا سلام السلام، اجي دير تيست اخر، واش انا نبقى غنخشي العواد في نيفي؟ ما غنمشيش، نورمال. السياحه الاخوان، الناس ديال القطاع السياحي، الحكومه راه قتلتكم صافي. باش نكونوا واضحين، باش ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا ونبقاو نهضروا بزاف تاع لا راه الحكومه دارت، الحكومه اتخذت اجراءات كتواكب الاقتصاد. راه ما كاين، هذا راه قتل، سميتو القتل الاقتصاد، هذا اعدام الاقتصاد، باش نكونوا واضحين. وبالاضافه استنزاف جيوب ديال المغاربه المقيمين بالخارج. كيفاش انا ندير انا عندي فوق هادشي؟ راه عندي اللقاح، عندي اللقاح، راه ضروري اللقاح، باش تعرفوا اللقاح ضروري منه، هذه حاجه مفروغه، انا ما هضرتش على اللقاح، ضروري منه اللقاح، ضروري منه. واحد القضيه اخرى، الناس اللي ما ملقحينش، ما كاينش شي ما قالوش شي حاجه عليهم. كيفاش هاد الناس هادو اللي ما ملقحينش؟ ماشي بنادم ما عندهمش حق يدخلوا؟ حتى هما خصهم اجراءات ديالهم، خصك تعلم الناس باش تاخذ واحد المخطط. وبلا ما نهضروا على التذاكر ديال الطياره الغاليه، خليها تشوف. ان شاء الله غدا غادي ندير واحد الفيديو اللي غادي نطرقوا فيه لكاع هاد المسائل. هذا مثل الاخوه والاخوات، نعاود الخبر، لا بغيتي تسافر للمغرب اخي او اختي، يعني كنهضر على الرجوع، الرجوع للمغرب. اما اللي غيخرج من المغرب هذا راه كيشوف الدوله ديالو، الدوله اللي غادي ليها شنو طالبه. المهم بغيتي تدخل المغرب اخويا ولا اختي، خاصك اللقاح ضروري، الشروعات كاملين، بالاضافه تيست بي سي ار ديال 48 ساعه، بالاضافه تيست اونتيجينيك ملي توصل للمطار ديال من مطارات المغرب. الحاجه الاخرى، ملي غتوصلك النتيجه خاصك الا كانت ايجابيه خاصك تريح في مكان الاقامه ديالك وتعزل راسك بوحدك. وبعض المرات يقدروا يجيو ويدقوا على دق دق، اجي نديروا تحليل اخرى من بعد 48 ساعه. وهاد القضيه غتطبق بشكل خاص على السياح. المهم اخوان، ما بقى لي الا نودعكم، تحياتي لكم، ونتلاقاو في فيديو اخر. نتمنى تبارطاجيو الفيديو، ماشي على ودي انا، ولكن على ود الناس اللي باغا تعرف، الناس اللي باغا تتقلب على الخبر. فتحياتي لكم، كان معكم اخوكم يوسف من قناتكم اجريد اش نيوز، وكما خلاها معتز مطر، الله غالب.